تابعين مشاهدينا صبحيتنا ضمن احلى صباح. بدنا نذكر اكيد كل الاشخاص اللي حابين يكونوا عم بيدعموا جمعيه المبادرات الخيريه بهيدي الفتره، واللي كان ضيفنا من شوي السيد غسان وهبه من قبلها، فيكم تتواصلوا على الارقام التاليه 05-801-660 او 71-158-227. رح كرر الارقام 05-801-660-71-158-227. مستمرين بحلقتنا، بصرني بهالفقرة رحب مباشرة عبر زوم بجولي رمال، وهي فاوندر اوف هوليستيك موفمنت، لنكون عم نحكي أكثر عن هالموضوع، شو هو الهوليستيك موفمنت وكيف فينا نستفيد اليوم من تقنيات الهوليستيك موفمنت وهالعلم الفظيع لنكون عم نتخطى الصعوبات اليومية خاصة بزمن الأزمنة وزمن الصعوبات. صباح الخير جولي. تبع النور، يعطيك ألف عافية. أول شيء اشتقنا لك، نحن تعودنا نكون عم نطلع على المشاهدين ونبدأ حلقتنا مع فقرتك، هالفترة عم نكون غايبين، على أمل قريبا نقدر نرجع نقدم كل التمارين الرياضية للمشاهدين، لأنه مهم الرياضة كمان حتى بفترة الحرب للأشخاص يكونوا عم بيشعروا أنهم عم بيقدروا يبلشوا نهارهم بنشاط، وصحتهم الجسدية بألف خير، ومنعرف قد تأثيرها على الصحة الذهنية والنفسية. مزبوط، ميرسي كثير عن جد، شكرا، وكمان اشتقنا لكم. اهلا وسهلا. اول شيء الهوليستيك. نعم، شو هو الهوليستيك موفمنت؟ كثير من الاشخاص يمكن بيسالونا حتى من زمان جولي، شو هو الهوليستيك موفمنت؟ شو بنعني بهيدي الكلمه؟ يلا، الهوليستيك موفمنت هيدا اول شيء يعني في رياضه وفي المنتل تريننج، المايند تريننج، يعني وي ار ا بودي، نحن عند الجسم ونحن عند المخ، يعني لازم تعمل تريننج للاثنين. يعني no. especially كرمال هيدا وضع worldwide issues، مش بس هلا، يعني it's very important نحن بفهم الجسم، بفهم المايند and how to work it from within in order to create a life of full of happiness, energy وكمان youthfulness. يعني نعم، لما نحكي عن holistic movement عم نحكي عن علم حديث نوعا ما، ولا هيدا علم بدأ من زمان؟ هيدا نحن بلشت بال 2006 صراحة، يعني بلشت بالأمريكا بالكاليفورنيا، بعدين we brought it here to Lebanon، بعدين بالدبي وبالكندا وباليوروبا كمان. It is a luxury way of understanding our body and mind، يعني through training system. نحن عندك education، يعني في students worldwide، هلا في أكثر من 1000 students يعني worldwide كمان. They give holistic mind sessions، they give holistic body training الفيزيكال الجسم كمان الورك اوت، وفي هيلينج سيشنز كمان بقلبه بالهوليستيك موفمنت. يعني basically to sum it up in a quick nutshell، الهوليستيك موفمنت is a movement that focuses to empower people in body and mind in order to surpass all the challenges that we are facing in life and we will continue facing for a period in the new era. يعني اليوم الهدف انه نكون عم نمكن الاشخاص ذهنيا وجسديا لنقدر نتخطى الصعوبات اليوميه. هل هالموفمنت بيرتكز على علم او علوم معينه؟ اليوم بنحكي كثير عن النظام الكايوس بالعالم، الين يانغ، يعني بنسمع كثير تعابير، هل هي مرتبطه فعليا بالهوليستيك موفمنت اللي حضرتك بداتي؟ عن جد، لوك، يعني لازم هلا، يعني بس when we are born we don't study شو ال 12 universal laws، نحن مش عم تدرس شو ال yin yang concept، يعني بس نحن بفهم شو ال yin yang concept which I will explain today وكمان شو ال universal laws. No. You will change your conscious mind، يعني conscious mind will change so you understand where you are in your life. شو بتكون ال next step، what is your next focus. So أول شيء شو ال yin yang، هاي the Chinese philosophy، في ال negative ال yin وفي ال yang ال positive. And no. inside of them, they have a little bit of both. No. So هلا بالهيدا era، يعني صراحة هيدا problems have started long time ago، مش بس هلا، يعني now we are seeing the effects. هلا اسمه الين period. الين is the negative. شو النegative؟ يعني بتكون when we have النهار بتكون يانغ، الليل بتكون يين. يعني الين بتكون lower negative energy. يعني this energy that we are living right now is in a better wavelength. The better wavelength بتكون very alert. Who focus, who fighting, who angry, who emotions. This has all started from within ourselves. يعني نحن لازم نركز على healing from within in order to create a life from the outside. يعني مهم، very important هلا. بس نحن عايش هلا بالهيدا yin era. هيدا مش بس باللبنان، هيدا وين مكان هلا. نحن عندك many problems that we will be facing. في inflation, environmental issues, health issues, mental issues. يعني في كثير اشياء that we're going to be facing for a long period of time. So للاسف يعني الموضوع مضاعف بلبنان، كانه هالطاقه السلبيه عم تتجلى بشكل مضاعف ببلدنا.
مزبوط. هلا نحن عندك شوي ين هون بلبنان بس بعدين بتكون اليانج, يعني all the cosmic energy in the universe has to have yin and yang or it cannot exist. So هلا نحن عندك اكثر ين بس كمان يوم كتير حلو, شمس, في شمس, we are in winter. صح, it's good يعني to try to find hope in small details. I'm wearing short sleeve وشوب صراحة يعني. So there will always be balance, يعني it goes up it goes down, بس لازم من جوا نحن عم نشتغل بالين يانج انرجي. يعني اذا نحن مش عم نشتغل من يين يانج انرجي we attract the yin negativity بقلبه. But then my more concern that I have is for people who will experience health problems, anxiety, depression, heart problems, heart palpitations, digestive issues, weight gain. يعني your whole system will be out of balance. So هلا is a time that we focus on building the inner balance from within us. ويوم أنا بدي فرجيكم شوي الحركات كيف بدي أعمل هاي الحركات. جولي إنما سؤالي بيطرح نفسه اليوم, الواضح الموضوع بده مجهود ذاتي, بده مجهود شخصي. هل أفضل هالمجهود نبلشه بفترات هالقد فيها طاقة سلبية, ولا كان المفروض نحضر حالنا بفترات يمكن كانت أفضل كنا مرتاحين فيها أكثر؟ I think يعني as in every time in life there will always be challenges. يعني أول شيء from day one we are fighting to survive when you're a baby, right? You fight to have food, you fight to have water, shelter, you can't even talk. So we're always suffering. This is the human species. We have to suffer in order to grow. And the good news, you know, how the suffer, how the yin energy we're living in, by then bitkun yang, it will be very beautiful and things will rise up. So no need to live from fear and being depressed. You know, Lebanon, bitkun sarah أحسن بلد وين مكان, the best country here, you know. So you just got to connect to your inner self, connect شو purpose تبعكم, what do you want to achieve in your life, شو focus يعني منعمل فوكس على الأهداف تما نتأثر كتير بالبيئة حوالينا بالظروف المحيطة فينا. صح, لازم فكر now today present moment, shift your conscious mind. يعني نحن عندك ثلاثة minds, في conscious, feel subconscious will unconscious. Most people هلا بلبنان they are living in the unconscious mind and the conscious mind. هذا غلط. نحن لازم أعيش من ال subconscious mind وشوي ال conscious. يعني conscious is to protect us, you know, don't go here, في نار, يعني في accident, whatever it is, right? بس ال subconscious is your energy system. نحن لازم ركز. How can I be successful? How can I be happy? How can I have a better life? How can I get married? How can I have my dream life? And the subconscious is your antenna system. And this system will allow you to survive all challenges بالحياة. بس لازم تعمل connection. يعني it's not just يلا you know, affirmations, أنا I'm happy, I'm not happy. No. إذا الجسم مش happy, or you're training the subconscious, you're not aligned, it's not going to happen. So it's a whole holistic methodology. نحن عم نشتغل بالناس يعني extremely effective. يعني عم شوف ناس who went from here and they went skyrocketing all the way up to making a great life in their life, يعني كمان. So I've seen a lot of successful changes in people, which is great news. Often in difficult times, probably often in difficult times. You got to go through the difficult times to get up in the high times, guys. I'm telling you, I've been through it from day one to day two to today, but you know, I'm happy, I'm always learning. Every day you got to keep learning so you can keep growing upwards and upwards and upwards to find your happiness. مهم find your purpose. هلا another thing that I want to tell you about, نحن عندك something in the universe اسمه 12 universal laws. No. I'm going to only talk about the law of vibration. If we are vibrating from fear or anxiety and depression, you're going to attract that. And when you attract that, you're going to lose focus and you're going to have no purpose. يعني عم نحكي هون بس تنفسر كده للمشاهدين بشكل مبسط عن قانون الجاذبية. يعني اليوم نحن قادرين إذا كنا أشخاص إيجابيين نكون عم نجذب طاقة إيجابية, والعكس صحيح كمان, يمكن السلبية بتجلب السلبية أيضا من حوالينا. صح. بعدين في تاني universal law اسمه the law of oneness. Oneness يعني we are all together. It is not أنا جولي وأنا, no, I am with you and you are with me. We are all human beings. يعني we should feel with each other and be together. This gives you strength, not to separate. هاي غلط. يعني when you separate, you are separating yourself from within and you are not following the universal laws. تاني شغلي في law of cause and effect. يعني cause and effect. There is a cause and there will be effect. So start to think positive. Start to change your mindset. يعني في مسبب وفي نتيجة. نعم. مزبوط. بعدين في law of attraction, يعني what we believe in, we start to attract, right? There are a lot of opportunities in Lebanon.
وين ما كان يعني في شغل في there's everything here this country but you need to understand how to work the subconscious mind to attract it and I really wish that people will stay in Lebanon يعني to enjoy this beautiful country because I see so many friends leaving and leaving but there's no need to keep running away from our internal self find your internal healing من جوا and you'll have that peaceful life where you will have everything that you desire. جولي ذكرتي حضرتك law of oneness بس كتار من الأشخاص اليوم بهيك ظروف صعبة لا يقدروا يستمروا بأهدافهم الشخصية لا يقدروا يركزوا على البيربس تبعهم بالحياة أو على هدفهم بالحياة ويجلبوا طاقة إيجابية مثل ما ذكرتي بقرروا شوي ينقطوا عن العالم حواليهم وما بقى يتأثروا بكل شيء بيسمعوه أو بكل الأخبار اللي محيطة فينا أو حتى بالأشخاص اللي عندهم طاقة سلبية اليوم غلط نكون عم نبعد شوي عم ناخذ ديستانس من الناس حوالينا صراحه يعني everything there is also another universal law اسمه law of vibration if I hang out with people who are always negative and complaining I will become negative and complaining and my life will become negative and happening so you gotta shift consciousness for example يعني نحن عم بحكي هلا اوكي نحن عم نركز كثير على الهوليستيك موفمنت والسبكونشس مايند اذا انا بس سكروا عيوني It's like I just went to sleep. I just tricked my mind like that. You gotta play with your mind كل مرة. So as I'm بسمع كتير negative, برم الوجه التاني مير, شوف الشمس شوي and focus on the happiness. يعني you gotta play with yourself all the time. يعني منعمل mind conditioning يعني منحنا منأثر على عقلنا وذهننا كيف بده يفكر وهيدا تمرين بيمشي يعني اليوم قادرين احنا نخدع عقلنا بطريقه معينه لنشوف الامور بطريقه مختلفه طيب اليوم جولي كيف بيرتبط كل هالموضوع بالموضوع الجسدي اليوم انت بتعطي اكسرسايزز يعني بودي اكسرسايزز تمارين رياضيه كيف هي بترتبط أوكي. بهالفلسفه اللي عم تحكي عنها وكيف بتساعد اوكي سو اول شيء الاول حركات يعني اذا نحن عند كثير ستريس يو جاست يوز يور هاندز سكر يور ايرز يو غانا كلوز يور ايرز لايك ذس لا 10 ثواني او نص دقيقه خد النفس انهيل Exhale. يعني ليش نحن عم focus on the ears? This is a sensory system. We shut down the sensory system. We calm the conscious mind. الثاني حركة سكروا عيوني كمان بالنفس وقت. يعني نص دقيقة لدقيقة. خذ النفس. Inhale. Exhale. Sensory system number two. We shut down. Third thing. الحركة yin yang exercise للجسم. I love this exercise. أنا بس بدي ترجع شوي لورا. فرجيكم. So أول شيء نحن عندك ال hands, ال energy. يعني في energy in our hands. في energy, electrical field. We take this ball of energy, we reverse, we stretch up the yin, وترجع هون. بعدين فينا بروم هيدا, نرجع inhale and exhale. فينا عمل شيء 10 مرات هون. It really helps. يعني like when you cannot sleep, you gotta balance your energy. Inhale, ترجع هون, بروم ال energy. We inhale and exhale. Okay, this is a universal energy, the energy that exists around us that keeps our vibes happy, the aura system. كمان في تاني حركات نحن فينا عمل chi energy هون. You inhale it, and we come back to create the arm circles هون. هاد النفس. Inhale, and you gotta relax your mind. Gotta relax your mind. ما تفكر بال هيلا شيء هون. Okay. So هاي الاثنين حركات نحن فينا عمل وين مكان. التاني شغلة ضروري بس في stress as I said I'm more concerned about the health implementations that are happening to people before something actually happens right is that we're getting so blocked هون على الكتاف يعني I'm seeing all my clients and friends are becoming like this بعد شوي ما في كتاف هون لأنه التنشن اللي عم نعيشه ما بعتقد طبيعية ومكان بتأثر so the way you do it is first let's breathe Focus. يعني thank God نحن عايش يوم. Thank God I'm here today. Thank God you guys are here today. Thank God we can hear each other and stand together. And let's work those shoulders. لا ورا 10 مرات يعني هون. Wake up your shoulders. Say bonjour كتاف. Bonjour كتاف شمال كتاف يمين. Okay. في نعملها قدام هون. بعدين we can work our neck الشمال واليمين. ضروري شيل التنشن يعني before it becomes an issue. And then لفوق لتحت. تاني شغلة الظهر بتكون كتير stiff بس في stress our whole spinal cord بتكون stiff شو بتصير بالinternal organs as we know in acupuncture with Chinese medicine الinternal organs will not get sufficient oxygen that means they cannot operate their systems your lungs the respiratory system the heart won't function digestive system won't function circulatory system on function etc the whole system in jua shuts down right so you got to practice exercises la dahar simple round it open shilin stress
open it, right? So this is yang, open, yin, close the energy. Yang, yin, yang, yin, right? Yes. You play with the body, we understand how to breathe with it. جيلي كتار من الأشخاص they don't actually breathe, يعني ما بيتنفسوا بطريقة صحيحة. مننسى فعلياً إنه ناخد نفس عميق. أدي التنفس مهم وأدي قادر فعلياً يكون عم بيشيل من هالطاقة السلبية ومن هالستريس اللي للأسف يوم ورا يوم عم بيتراكم. ما بعرف بنهاية هالحرب إذا 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 كنا الأراد بعدنا عايشين شو راح تكون حالة الناس بلبنان. مزبوط 100% يعني. Look, the breath is known since history that it moves the chi in your entire system. إذا ما في نفس مزبوط you're going to distort your own self. You are destroying yourself. So keep on playing on the nafas. We inhale like this. Hold the breath. And exhale. Shway, 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 shway. Aleha. Okay, again, bad mara. Hold the nafas. Inhale. Expand the lungs. Expand the chest. Exhale. Okay, and if you don't like to breathe because maybe it's a bit boring these days to breathe, like inhale, exhale, no problem. نحن فينا تاخد essential oil, مثل lavender هلا بجنن يعني jasmine, rose, بركي eucalyptus, and هلا كمان we're entering a season where there's lots of viruses. You just take the essential oil, حط شوي essential oil هون on your wrist, very simple. تاخد نفس, inhale, you exhale. Okay, بعدين بعد مرة inhale. وأكسد. نحن في نعمل هاي الحركات كمان with the yin yang yang exercise. We inhale, I lift the energy up, وأكسد, bring it back down. Yeah, again, تاخد نفس, inhale, and you just feel fantastic. يعني directly you feel like, oh my gosh, I have no problems بالحياة. I'm ready to start jogging. يلا بدي أعمل رياضة وenergy. And actually I start to have focus. أنا بعرف شو بدي أعمل بالحياة. I have a purpose of my life. Focus أكيد, والأهم ضل نتذكر يمكن المسافة اللي قطعناها لهلا. نذكر بالأشياء الحلوة اللي بعدها موجودة بحياتنا. أود نحن بحاجة ل هيك نعمل جردة سريعة, نرجع نتذكر إنه الحمد لله في أشياء بحياتي بعدها منيحة. وهيدي وأنا قطعت يمكن مسافة مهمة, أشواط يمكن مرقت بظروف أصعب من الظروف اللي نحن هلأ فيها, إن كان على المستوى الشخصي أو حتى على مستوى المجتمع ككل. هيدي كلها تذكيرات بتفيد يوميا. جولي مزبوط مزبوط. Look, we've gone through it all. We've gone through the corona, we've gone through viruses, world pandemics, انفجار المرفأ, يعني ست سنين اللي مرقوا. نعم مزبوط. هلا another thing that we can help people كمان اسمه sound frequency. يعني في sound وين ما كان, right? If you don't like my voice, you will go back. If you like my voice, you'll come towards me. So هلا نحن عايش بالbeta frequency. Beta frequency is a very different vibration. يعني مثل gamma, it's very fast يعني, okay? Especially when you hear negative noise, right? Around us, whatever is happening. This is beta. نحن لازم عايش من theta or كمان in delta wavelengths or alpha. هيدي بتكون ال relaxed state. الدلتا بتكون بس نحن عم نام. So نحن في نعمل search على YouTube or بالإنترنت, يعني alpha wavelengths, theta wavelengths, delta wavelengths to help keep your energy system calm and relaxed so you can think clearly. يعني very important. So نحن عم نشتغل بال wavelengths كمان يعني. Very important. مهمة هالنصايح. بنحكي كمان جولي عن power of vision أو قوة إنه نقدر نحن يكون عنا رؤية, نقدر نتخيل يمكن لوين واصلين. أدي بتساعد بمكان to visualize success أو إنه نقدر نتخيل النجاح أو الأهداف اللي حابين نوضع على نفسنا عم تتحقق. أدي هالموضوع كمان بيساعد وبيكون محفز يومي. Yeah. So I'm gonna ask everybody here, يعني test yourself. Ask yourself, who am I? هاي ده أول سؤال I always ask my friends and family and clients. Who am I? Most people know, you know, أنا engineer, أنا I'm an artist, أنا whatever, I work in the bank. But that's not who you are. Who are you, right? I am, for example, a person or energy. I have a purpose in my life. I want to change lives through holistic sport. That's my purpose, right? You need to find your purpose and remove شو اسمه هاي the labels. The labels بتكون أنا اسمه جولي, أنا بنت, أنا عايش هون, أنا هون. Yeah, these are all labels. These maybe it doesn't define you. يعني أوقات هالألقاب أو هالإتيكات اللي منحطها على حالنا ما بتعبر فعليا عن نحنا مين. مزبوط. بس منشيل هاي the labels,
And we connect to ourselves, al jism, al mind, through sports, through meditation, through positive thinking, through nature. You will get the answer of what is your purpose? What are you doing here on earth? You know? يعني most of us هلا عايش نحن ما عندنا purpose نحن على home على تليفون دغري على انستغرام وفيسبوك هيدا غلط يعني life is so beautiful is so amazing but you got to look for those amazing things stop focusing on the negative things and start focusing on what is going to change your life from within to find your happiness because nobody's going to give you happiness it's you it's from within yourself that you find all that stuff يعني اذا هيك بدنا نعمل مختصر مفيد جولي بدنا نقول انه السعاده نحن بنبنيها نحن بنصنعها لنفسنا وهذا لازم يكون هدف يومي بنشتغل عليه الطاقه الايجابيه بنجلبها نحن بايجابيتنا فينا نبعد عن كل شيء سلبي التمارين الرياضيه التنفسيه اللي ذكرتيها حضرتك كمان بتساعد نكون نحن عم نتواصل مع جسدنا لنفهم حاجاته ونكون بمكان كمان عم نشتغل على ذهننا لنقدر نوصل لاهدافنا الشخصيه بخضم الحرب بخضم الظروف اللي عم نمرق فيها خلينا نضلنا مش بس فقط واعيين انما حتى اهدافنا يمكن الداخليه عارفين نحن لوين حابين نوصل شو هدفنا بالحياه ونضلنا مصممين لنقدر فعليا نوصل للسعاده اللي نحن رسمين لنفسنا واكيد كل الاشخاص جولي اللي حابين يعرفوا اكثر فيهم يكونوا عم بيتواصلوا معك بموضوع الهوليستيك موفمنت اللي بعرف صار في كتار من اتباع له من حول العالم مثل ما حضرتك ذكرتي كلمه اخيره لو سمحتي لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا Merci, merci كثير. So much for your time, guys. And really, Anjad, I wish everybody can connect to themselves again in a time where there is yin. Connect to yang inside of yourself and find happiness. And we're here to help everybody. أكيد نحن هون لنكون عم نساعد بعضنا ونكون سعيدين هيدا هدفنا بالحياة والسعادة هي بعتقد عمل يومي نشتغل عليه وبنوصل له وأوقات كتير يمكن قبل الهدف الطريق اللي عم نمشي عليه هي بتكون الأجمل لنكون عم نوصل لهيدا الهدف شكرا لإليك جولي رمال founder of holistic movement